عدنا إليكم، أهلا بكم. معنا فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. الله يخليك معالي المستشار، أهلا وسهلا بيك. على فكرة يا دكتور، قبل ما نبدأ في أي حاجة، أنا من عشاق معاليك والله العظيم. ربنا يبارك فيك، وثقة اعتز بيها وسام على صدري. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. ايه رأي حضرتك في المشروع اللي تقدم به النائب محمد ابو حامد، النائب المحترم محمد ابو حامد، بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والتعليمية؟ اولا هذا رأيي الشخصي، طبعا هو ادرى بدوافعه، واحنا نجدد ثقتنا اولا في مجلس النواب الموقر واللجنة الدينية في مجلس النواب الموقر، ونحسن بهم الظن. لكن حضرتك، انا اتناول المسألة من ليس من تشريع او تسنين قانون، انا اعرض فقط في خلاصة سريعة الرأي الفقهي. بالضبط يا فندم. حضرتك، يمنع او يحظر بالضبط ما كان محرما او مكروها بلسان الشرع. بالنظر في النقاب، ليس حراما وليس مكروها، اذا لا يمكن تكييف بحال من الاحوال ان يمنع، لان اولا كانت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وكانت بنات النبي رضي الله عنهن، والصحابيات الجليلات وآل البيت الأطهار عليهن رضوان الله كنا يرتدين النقاب، وهذا أمر معروف في الفقه الإسلامي. النقاب تكييف الفقهي الإسلامي، هو ليس بواجب، وفي المقابل ليس بحرام وليس بمكروه، فإما حكمه يتراوح ما بين الجائز أو المندوب. فإن نوت المسلمة أنها تتأسى بأزواجه صلى الله عليه وسلم أو ببناته رضي الله عنهن، فعلى حسب النية تؤجر. غير هذا وهذا جائز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أن المحرم بالحج والعمرة حال الإحرام لا تنتقب ولا ترتدي الخفازين، فدل بدليل المخالفة على أنها في حال الإحرام لها أن ترتدي النقاب ولها أن ترتدي القفازين.